بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد درس خوارزمية خارج القسمة بالتجزئة. القسمة بالتجزئة ديت ممكن مش مهمة قوي، ولكن المهمة جامد درس الحصة الجاية اللي هي خوارزمية القسمة المعيارية. دي أهم درس عندنا إن شاء الله في القسمة، ودي اللي هنستخدمها على طول في عملية القسمة. تمام كده؟ أول حاجة عندنا هنا مثلا في الدرس بتاعنا بيقول لي إيه؟ لو جيت حبيت أقسم 48 على 2 هعملها إزاي؟ قال لي أول حاجة والله بكتب العدد اللي أنا بقسم عليه بكتبه على الجنب هنا، وال 48 بكتبها تحتنا أهو، وأقول له والله ببدأ أقسمها جزء جزء، بقول له 4 على ال 2 يدينا كام؟ خلي بالك الأربعة دي في خانة مين؟ قال لي العشرات، قيمتها بكام؟ ب 40. يبقى أقول له 40 على ال 2 يدينا كام؟ قال لي والله يدينا، خلي بالك 40 على ال 2 يدينا كام؟ قال لي يدينا 20. عملتها ازاي؟ هقول له والله كام في 2 يدينا 40؟ هتبقى ال 20. يبقى اقول له هنا مين؟ اقول له بقى 4 او 20 في 2 يدينا 40. بعد كده بعمل ايه؟ قال لي بطرح 8 على 0 يدينا كام؟ قال لي يدينا 8. بعد كده 4 ناقص 4 يدينا 0. قال لي والله فاضل مين عندي تاني هنا؟ قال لي ال 8 او ال 8 تحت اهي. اقول له 8 على ال 2 يدينا كام؟ قال لي 8 على ال 2 يدينا 4. خلاص يبقى اقول له 4 في 2 يدينا كام؟ قال والله يدينا 8. بعد كده بعمل ايه؟ اطرح 8 ناقص 8 0. كده وصلت لاصفار؟ اقول له بقى طب ناتج القسمه طالع لمين؟ قال له والله العددين اللي في الجنب اللي هم مين؟ اللي هم ال 20 وال 4. 20 و4 يدينا كام؟ قال يدينا 24. لو ما فهمتش ده بص على المثال اللي بعده. هنا بيقول لي انا عندي مين؟ 62 على 7. اقول له بكتب هنا السبعه واكتب هنا مين؟ ال 62. بعد كده خلي بالك معايا. اقول له والله انا هنا كنت بقول له 6 على السبعة يدينا كام؟ لا مش كده بقى، ده انا هعمل ايه؟ قال له والله هبدا اجيب عدد من مضاعفات السبعه يكون بيساوي ال 60 او اقل منها. فانا مثلا لو جيت قلت له والله ان انا عندي 7 في 10 يساوي كام؟ قال لي 70، ده اقل من ال 60 اللي هنا، لا ما تنفعش. طب لو قلت له السبعه في 9 بكام؟ قال له والله السبعه في 9 ب 63، لا ما تنفعش. يعني انا عندي هنا كانت 70 اقل من ديت، لا طب قلت شويه 63 ما تنفعش. طب هات اقل منها شويه، لو قلت له السبعه في 8 بكام؟ قال له والله ب 56. طب ال 56 اقل من دي؟ يبقى اكتب له هنا مين؟ 56. واكتب له هنا مين؟ خلي بالك واكتب له هنا ال 8. واقول له بقى 8 في مين؟ 8 في 7 يدينا كام؟ قال له والله يدينا 56. يبقى اكتب له هنا مين بقى؟ او بعد كده انا بعد ما ضربت ال 8 في 7 اداني 56. بعد كده اطرح 2 ناقص 6 قال لي ما ينفعش، يبقى استلف من مين؟ من ال 6 1، ال 6 هتبقى كام؟ قال له والله هتبقى 5، وال 2 هتبقى 12. 12 ناقص 6 قال لي 6، و5 ناقص 5 قال لي 0. بعد كده اقول له بقى 7 او 6 ناقص 6 على 7 يدينا كام؟ قال لي والله ده انا عندي الستة دي اقل من السبعة، يبقى ما تنفعش القسم عليها. يبقى معنى كده والله الناتج اللي طالع عندي كام؟ قال لي الناتج هيبقى 8. طب والستة دي؟ هقول له والله والباقي 6، والباقي كام؟ والباقي 6. نروح للمثال اللي بعده. المثال اللي بعد كده بيقول لي انا عندي مين؟ 514 على 5. اقول له ما فيش مشكلة، اكتب هنا الخمسة واكتب هنا مين؟ ال 514. اقول له والله بقى هبدا اقسم، انا عندي العدد دوت بقسمها رقم رقم. الخمسه دي في خانه مين؟ قال لي المئات. يبقى الخمسه ديت قيمتها بكام؟ ب 500. يبقى انا لما هاجي اقسم اقول له 500 على 5 يدينا كام؟ لو انا مش عارف والله هقول له 5 في كام؟ عايز 5 اضربها في عدد يدينا ال 500 او عدد اقل منها، فقال لي والله ممكن ال 100. لو قلت له 5 في 100 بكام؟ ب 500، يبقى اكتب له هنا ال 100. واقول له بقى ال 100 في 5 يدينا كام؟ قال لي ال 500. ادينا كام؟ 500. بعد كده بعمل ايه؟ بطرح. يلا اقول له اشد خط واقول له 4 ناقص 0 يدينا 4، 1 ناقص 0 يدينا 1، 5 ناقص 5 قال يدينا 0. بعد كده هبدا اقسم تاني، هاخد الرقمين دهمت على بعض، يلا او اخد رقم رقم. انا عندي الرقم ده مين؟ اللي هو الواحد. الواحد ده في خانه مين؟ قال والله العشرات. قيمته بكام؟ قال لي ب 10. اقول له 10 على 5 يدينا كام؟ قال والله يدينا 2. بعد كده اضرب تاني اقول له 2 في 5 قال لي ب 10. بعد كده بطرح 4 ناقص 0 يدينا 4، 1 ناقص 1 يدينا 0. طبعا الصفر على الشمال ملوش قيمه. دلوقتي اقسم تاني 4 على 5، هل الاربعه تنفع تتقسم على الخمسه؟ قال لي لا. ليه؟ لانها اقل من الخمسه، يبقى ما ينفعش تتقسم عليها او ما ينفعش اقسم الاربعه على الخمسه.
ساعتها اقول له انا عندي بقى الناتج اللي طالع عندي كام؟ قال لي والله الناتج اللي طالع عندي اللي هما الاثنين اللي بره دول هيبقى 100 زائد 2، قال لي والله يبقى 102. طب فاضل لي مين؟ قال لي فاضل لي الاربعه، يبقى اقول له والله كده اهو والباقي اربعه، والباقي كام؟ والباقي اربعه. نروح للمثال اللي بعده، اخر مثال معانا بيقول لي انا عندي ايه؟ 639 على 3، اقول له يبقى دي هنا ال 3 ودي هنا ال 639. اقول له هبدا السته دي في خانه مين؟ قال لي المئات بكام؟ ب 600. يبقى انا عايز اقول له 3 في كام يساوي ال 600 او عدد اقل منه. لو مش عارف اقسمها يا سيدي عدد عدد، اقول له ال 600 على ال 3 واقول له بتساوي. عندي هنا كام صفر؟ قال لي صفرين واخدها قبل كده. اقول له 6 على 3 هيدينا 2، يبقى انا عندي هنا ال 200. واقول له بقى اضرب ال 200 في 3 هيدينا كام؟ لو حطيتها هنا حط صفرين هيدينا ال 600. بعد كده بطرح 9 ناقص 0، قال والله يساوي 9. 3 ناقص 0 يساوي 3. بعد كده فاضل لي مين؟ 39 او 6 ناقص 6 طبعا يدينا صفر، والصفر على الشمال ملوش قيمه. بعد كده عندي ال 3 دي في خانه مين؟ قال لي العشرات، قيمتها بكام؟ ب 30. يبقى انا هقسم 30 على 3 يساوي كام؟ قال لي والله تساوي 10. طلعت له ب 10 يبقى اكتب له هنا ال 10. اقول له تاني بقى 10 في 3 هيساوي ال 30. بعد كده اطرح 9 ناقص 0 قال لي يساوي 9. 3 ناقص 3 يساوي 0. بعد كده اقول له هقسم تاني 9 على ال 3 قال لي يساوي 3. اقول له 3 في 3 يساوي 9. بعد كده اطرح تاني 9 ناقص 9 يساوي 0. وصلت لصفر في الاخر؟ اه. طب الناتج عندي هيبقى كام؟ قال لي والله اجمع ال 3 دهمت مع بعض. يلا 200 زائد 10 قال لي ب 210. 210 ازود عليهم 3 يبقى كام؟ قال والله يبقى 213. 200 وكام؟ و13. اخر مثال معانا، معلش انا كنت بقول اللي فات اخر مثال ولكن لا هو ده اخر مثال معانا. بيقول انا عندي مين؟ 6251 على 5. بيقول له والله اكتبها له هنا، يبقى ادي الخمسه وادي هنا 6251. هقول له والله ابدا اقسم بقى الستة ديت في خانة مين؟ قال لي الالوف بكام؟ قال لي ب 6000، قيمتها بكام؟ ب 6000. فانا والله هبدا اقسم، اجيب اعداد تقبل الاسم على مين؟ تقبل اسم على الخمسة. لو انا قلت له ال 6000 على الخمسة يساوي كام؟ اقول له والله ممكن ما اعرفش، اقول له حط الثلاث اصفار واقول له بعد كده 6 على الخمسة ما تنفعش او الكلام ده كله. لا، انا ممكن اعمل ايه؟ اقول له والله هجيب عدد من مضاعفات الخمسة بس يكون في خانة الالوف. يعني الخمسه ديت من مضاعفات مين؟ قال له والله الخمسه. طب لو عايز اجيب مضاعفاتها في خانه العشرات هتبقى والله 50، مضاعفاتها في خانه المئات هتبقى 500، ومضاعفاتها في خانه الالوف هتبقى 5000. يبقى انا ممكن اقول له والله ان انا اكتب هنا 5000 واشوف ال 5000 ده هي جت منين؟ عباره عن 5 في 1000، صح ولا لا؟ يبقى انا اكتب له والله هنا ال 1000 واقول له 1000 في 5000 او 1000 في 5 ادينا كام؟ 5000. بعد كده ابدا اطرح 1 ناقص 0 يدينا 1، 5 ناقص 0 يدينا 5، 2 ناقص 0 يدينا كام؟ قال والله يدينا 2، 6 ناقص 5 يدينا 1. بعد كده عندي مين تاني؟ قال لي والله عندي ال 1000. ال 1000 ده يقبل اسم على الخمسة؟ اه، اقول له والله يقبل الاسم على الخمسة. لو جيت قسمت ال 1000 ده اهو على الخمسة نكتبها 1000 على 5. اقول له اول حاجة احط مين؟ الثلاث اصفار، بس خلي بالك انا عندي الواحد هنا اقل من الخمسه، لا يبقى احط صفرين بس واخلي ديت مع بعض، واحد وجنبه صفر. اقول له 10 على الخمسه، قال لي والله فيها الاثنين. يبقى انا عندي طلع لي هنا كام؟ طلع لي هنا لو قلت له 1000 على الخمسه هيدينا 200، يبقى ادي ال 200 اهي. بعد كده اضرب ثاني 200 في 5 قال لي يدينا 1000. بعد كده اطرح 1 ناقص 0 يدينا 1، 5 ناقص 0 يدينا 5، 2 ناقص 0 يدينا 2. بعد كده 1 ناقص 1 طبعا يدينا صفر، والواحد على ايد الشمال ماله؟ ملوش قيمه. بعد كده هعمل ايه؟ قال لي والله بعد كده هشوف، هبص على الاثنين ده، الاثنين دي في خانه مين؟ قال لي في خانه المئات، قيمتها بكام؟ قال لي ب 200. يبقى انا اقول له والله يبقى 200 هقسمها على الخمسه. يلا واقول له حط الصفر. ليه حطيت صفر؟ عشان الاثنين لو قسمتها على الخمسه، لو حطيت صفرين واقول له 2 على الخمسه ما تنفعش، لا يبقى حط صفر واحد. واقول له اخد العددين دهمت 20 على الخمسه قال يساوي 4. يبقى اكتب هنا 40 واضرب بقى 4 في 5 قال والله يدينا 200. بعد كده اطرح 1 ناقص 0 يدينا 1، 5 ناقص 0 يدينا 5، والاثنين ناقص 2 بصفر، والصفر على ايد الشمال ملوش قيمه. بعد كده ابص على مين؟ قال والله على الخمسه، ده في خانه مين؟ قال لي العشرات، قيمتها ب 50. يبقى انا لو قلت له 50 على 5
يساوي كام؟ قال له حط الصفر وخمسة على الخمسة فيها الواحد، يبقى اكتب له هنا 10. قال له 10 في 5 قلب 50، اطرح 1 ناقص 0 ادينا 1، و5 ناقص 5 قال له والله ادينا 0، والصفر على ايد الشمال ملوش قيمة. دلوقتي انا عندي الواحد ده يبقى القسمة على الخمسة؟ لا، يبقى مش هينفع اقسمه عليه. طب الناتج بتاع القسمة؟ قال لي والله اجمع لي الاعداد دي كلها. يلا انا عندي صفر وصفر والصفر والصفر يدينا كام؟ قال والله ده كله يدينا صفر. فكده صفر وصفر قال يدينا صفر، صفر واربعه يدينا اربعه، اربعه وواحد قال لي خمسه. بعد كده صفر واثنين قال والله يدينا كام؟ صفر واثنين يدينا صفر، اثنين وما فيش حاجه تحتها يدينا اثنين، واحد وما فيش حاجه تحته قال يدينا واحد، يبقى الناتج طلع عندي كام؟ 1250. ونكون بكده ان شاء الله خلصنا حصه النهارده. اهم حاجة عندي تركز جامد في الحصة اللي جاية، في الحصة مين اللي جاية؟ ده اهم حصة عندنا ان شاء الله في المنهج، خصوصا في الوحدة السابعة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاية، مع السلامة.